البعض تحدث عن إمكانية اللقاء بولي العهد السعودي في الدوحة، لقاء يجمع الرئيس أردوغان بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الدوحة. أستبعد هذا الآن أستبعد، لكن العلاقات طبعا أولا تبدأ من خلال المخابرات، بعدين الوزارات، بعد ذلك تأتي على الرؤساء. لذلك الآن المرحلة الوزارات بدأت بين تركيا والسعودية، ما زالت هناك الحاجة للوقت، لكن نحن نعرف أن مجيء وليعهد الإمارات لتركيا جعلت السعودية أن تسرع في زيارة تركيا، لأنها أيضا تريد أن تزور تركيا. هناك تنافس بسيط بين الإمارات والسعودية، علما هذا بين قوسين. الاقتصاد التركي المستفيد الأكبر من كل هذا، المستفيد من كل هذه الزيارات وهذه التعاونات، وتركيا أصبحت حقيقة المنطقة، كل دولة في الإقليم يجب أن تمشي مع تركيا، هذا الشيء أصبح واقع. لذلك هذه الزيارات كلها أصبحت تحتاج لتركيا.